A painter should begin every canvas with a wash of black because all things in nature are dark except where exposed by the light. بمعنى أن كل رسام لابد أن يبدأ لوحته بغسل أو غسيل من اللون الأسود لأن كل الأشياء في الطبيعة مظلمة سوداء. فيما عدا وقت تعرضها للضوء يعني الضوء هو الذي يظهر الأشياء أما بدون الضوء فكل شيء بلاك دارك أسود غامق I believe that the only courage anyone ever needs is the courage to follow your own dreams. يعني في اعتقادي الشخصي أن الشجاعة الوحيدة التي يجب أن يسعى خلفها الإنسان ويحتاجها هي الشجاعة لمتابعة أو تحقيق أحلامك الخاصة، السعي وراء أحلامك الخاصة. Don't let yesterday take up too much of today. لا تعطي الفرصة لماضيك لأمس بالنسبة لك أن يأخذ وقتا كثيرا من يومك أو من حاضرك. لا تدع الماضي يأخذ الكثير من الحاضر. I must learn to be content with being happier than I deserve. لا بد ان اتعلم كيف اكون سعيدا بسعادتي راضي بسعادتي اكثر مما استحق.